بسم الله الرحمن الرحیم. بوقت ذبح قربانی کے جانور سے قبل اس کو ذبح کرنے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر نہیں آتی تو آپ ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تاکہ آپ بھی بآسانی اس دعا کو یاد کر سکیں. نہیں یاد ہے تو پھر آپ اس کو یاد کر لیجئے, زیادہ اچھا رہے گا. جب بھی قربانی کا جانور ذبح کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی وجہت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك, بسم الله الله اكبر. پھر جب جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھیے. اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك ابراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اور اگر جانور میں اوروں کا بھی حصہ ہو تو ان سب کا نام لیا جائے, جیسے اللهم تقبل من فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك, بسم الله الله أكبر. اللهم تقبل مني كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.